السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، صباح الخير، كل عام وانتم بخير وانت بخير. اكسبو 2020، اهلا وسهلا، تفضل. انا كيف حالكم؟ الله يسلمك، ما شاء الله بخير. لكن انتم رجعتونا للماضي. ما رجعونا للماضي يا نايل، بالليلام. بالليلام. حبيت فقرة الليلام. افضل فقرة. فقرة الليلام يوم كانت وراهم البلدية، احنا كنا نتبع البلدية وراهم. نعم. عشان نشوف وين بيحط. تنقذوا. لا. تاخذ اغراض. نعم. يا سلام. يا سلام. حلو. نورنا. الله يسلمكم. وسمعنا طبعا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو اكسبو 2020 وتأثيره على اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة، فحابين ناخذ رأيك في الموضوع. هي طبعا مش اقتصاد فقط دبي او اقتصاد الدولة، حينقل دول الخليج إلى مستوى أعلى. يعني إكسبو 2020 حيكون هناك نقلة نوعية لدولة الإمارات وللخليج كاملة. ذكرت أنه هيكون هناك اللي هو دخول العالم. طبعا كل العالم حيكون في منطقة معينة، لكن دائما بسأل الناس زي ليش ما سووا إكسبو 2020 عند برج خليفة؟ صح، بس زحمة جدا، وغير كده طيب حرام انه اكسبو يأثر على برج خليفة. لا، طب جنب اكسبو اللي هو اللي يعتبر الخيران كانت فاضية، ليش ما سووها في الخيران؟ قول لنا انت بقى. هلا بتخيل هي خطة استراتيجية اكثر لحتى مثلا يستغلوا، او هي المنطقة نفسها، الارض نفسها بتكون مؤهلة لهذا الموضوع اكثر؟ لا، دائما المناطق اكسبو بياخذوا المناطق اللي تكون بعيدة غير حيوية حتى تكون نموها للمستقبل. بالضبط. يعني كانت في أتوقع ميلان كان هي إكسبو، فكان أسوأ إكسبو لأنه كانوا سووه في نص المدينة. صحيح. أي إكسبو بيكون في نص المدينة أو قريب من الناس بيكون أسوأ شيء. دائما نتحدث مع الناس ليش ما سوينا بقرب برج خليفة، سويناه بجزيرة في مثلا في جميرة اللي هو الجزر الجديدة. نعم. فطبعا هذا حيأثر، يكون سلبي على المدينة. نعم. لأنه حيكون ضغط مثل ما ذكرتي. المكان ضيق، بعدين مكان احنا ما استفدنا من الحدث العالمي. صحيح. بعدين الصرف اللي عليه المليارات. البنية التحتية. صحيح. لازم لنا ان نكون بعيدين عن المدينة حتى تنمو، استثمر قطع أرضية تانية. احسنتي. وهذا طبعا اللي اتجهت اليه دبي، انه يكون في الجنوب قرب اللي هو مطار المكتوم. نعم. ويكون بقريب منه على طول القطار، يعني يدخل. صحيح. في نص إكسبو القطار من المطار مباشرة حتى لا يتعذر إنه المسافر إنه وين حيروح. في نفس المكان حيكون في مول، حيكون في المطاعم، حيكون في أيضا يعني قريبة منه طبعا اللي هي دي إكس بي اللي هي تعتبر. صحيح. السياحية اللي الملاهي وملاهي، فبيكون كل شيء جنبه، ولكن احنا انتقلنا إلى منطقة اخرى، خلنا نقول دبي الجديدة، واستفدنا. صحيح. من المنطقة الجغرافية. أكيد. نايل. أكيد. يعني انا بعتقد انه تصميم مدينة دبي الجنوب الجديدة ولدعم سيولة تأسيس الشركات ودعم عجلة الاقتصاد هناك، بعتقد انه ايضا راح تضيف لمسة خاصة بانه مثل يعني استغلال المنطقة الجغرافية، وايضا في شيء مش خطر في البال، انت قاعد تأسس مدينة اخرى غير انه مدينة دبي. يعني انت. صحيح. اوكي، هذه دبي، وفي ما بعد دبي. دبي الجديدة. تعال نشوف دبي الجديدة. دبي الجديدة. أيوة. وهذه هي النقلة النوعية بالنسبة الى رؤوس الاموال. صحيح. فانت الان عندك دبي الجديدة. طيب دائما نذكر، طيب ما بعد اكسبو شو حنسوي في إكسبو المقر الرئيسي؟ أنا أعتقد أنه هيكون أرض المعارض الجديد، بدل يكون اللي هو مركز دبي. مركز دبي التجاري. مركز دبي التجاري هيكون هناك أرض المعارض الجديد، لأنه هيكون كبير، مكان كبير. وطبعا كل دولة ماخذة مكان، ماخذة خلنا نقول حيز من هذه المنطقة وهي اللي تنميها. يعني هناك دخول أموال بالنسبة لهذه المنطقة اللي مثل ما قلت التنمية، خاصة كانت البنية التحتية، خاصة من كامل العمران، وأيضا لا ننسى الفرص الوظيفية اللي بالزبط. هتكون هناك كمية كبيرة من الفرص الوظيفية، حتى في ما نقول في إكسبو، ولكن في دبي وفي الإمارات، ومثل ما قلت نقلة نوعية للدول الخليج أيضا المجاورة، لأنه هيكون هناك نقلة بالنسبة إلى الاقتصاد. دائما خلنا نقول السائح، للأسف إحنا فكرتنا السائح أروح أتمشى وأرجع، أو خلنا أروح مناطق معينة وأرجع، لكن الفكرة السائدة عند يعني خلنا نقول السواح القديمين، خلنا نقول. نعم. أوروبا اللي هو العالم المتقدم، السائح هو بيعتبر هو رجل الأعمال اللي بيتجه يشوف وين المناطق المناسبة لنقل رأس ماله وعشان يستثمر بالمستقبل.
لكن احنا ما شاء الله نروح مثلا نتفسح نتصور ونرجع. لكن المستثمر دائما بتفسح بتصور كل شيء ولكن بيكتب تقرير صحيح اكيد. وحتى يمكن بينصح غيره بالبلد المعين اللي يرجع على بلده. بس صحيح. استاذ نايل بدي اسال شو وضع الاستيراد والتصدير بظل اكسبو؟ هل مثلا احدهم بيزيد الثاني ممكن يقل او ممكن يصير علاقه متكامله بينهم يرتفعوا هن الاثنين؟ احنا من الدول الناشئه دول عربيه دول ناشئه دائما نتكلم عن الاستيراد عمرنا ما سمعنا عن التصدير. في هيئه في دبي اسمها هيئه التصدير خاصة فقط للتصدير من دبي، وهاي تعتبر الهيئة هي مصممة للتصدير إعادة التصدير والتصدير عشان ننقل مثلا من الشرق إلى الغرب لازم يكون في نقطة أساس، ونقطة الأساس عندنا في جبل علي بيجي من الصين ويتصدر لأوروبا أو لأمريكا. هذه طبعا التصدير تعتبر نقطة رئيسية في المستقبل، هيتجه إليها طبعا إكسبو، هيتجه إليها اللي هو المستثمرين اللي خلينا نقول الجدد بالنسبة إلى المنطقة. دائما الإكسبو حيجذب رؤوس الأموال وحيجذب أيضا مستثمرين جدد إلى هذه المنطقة. ممكن ناس سمعت عن دبي ممكن ما زارها صحيح، ممكن يكون مستثمر لكن ما عنده الوقت إنه يكون زار دبي، فبهذه الفترة لازم تكون مثلا شركته حاضرة. يعني مثلا في ألمانيا تكون أكثر من 10,000 شركة حتكون موجودة تعتبر بلد صناعية جن، فهذه الأساسيات اللي حتكون اللي أنا بفكر فيه قاعدة عمال أقول إيه، أنا أكتب ورقة وقلم لو أنا شخص مسؤول مثلاً إكسبو ده هيأثر لي على الفنادق يا أمجد، الفنادق هتبقى فول كله يعني مشغول صحيح، هتأثر لي على العقارات الموجودة كله هيكون متأجر أو متباع أكيد، هيأثر لي على المواد الغذائية اللي موجودة عندي فيه كمية استهلاك، ما هو عندك مليون وحاجة شخص جايين لك، الملابس هيأثر على المواصلات على الأماكن السياحية على الإعلانات مثلا انك انت تروح تعمل إعلان في الجرايد على السوشيال ميديا. فما بتشوف تأثيرات إكسبو على جميع الاتجاهات بشكل إيجابي، نظرتك انت بقى للإمارات بعد إكسبو بشكل عام؟ كل تأكيد حتنقلها نقلة نوعية، مثل ما نقلنا برج خليفة إلى نقلة نوعية، هذا حينقلنا لنقلة نوعية لمنطقة لمكان المكان إكسبو ولمكان دولة الإمارات بالنسبة إلى دول العالم، لأنها حتصير هناك تعتبر حلقة وصل بين الشرق والغرب صحيح، بين أن كان هناك مكان واحد أو خلنا نقول عدة أماكن مش عارف وين يكون موجود فيها، وأيضا هناك النقل النوعية إلى التصنيع. أنت مثل ما ذكرتي بدنا ملابس بدنا أمور غذائية بدنا أمور كثيرة صحيح. طب هذه الأمور هل أن احنا فقط حنستورد؟ لا، هيكون عندنا مكان موجود طبعا فتحت مناطق كبيره في الدوله للتصنيع. الان التصنيع اصبح نقله نوعيه خلال السنوات القادمه حنسمع عنها صحيح. ان هناك جزء من الاقتصاد اللي هو تعتبر الاجمالي لدوله الامارات في التصنيع. شكلك بس وانت بتحكي سعيد كده ومتفائل ومبسوط، لان انا فرحانه لك لان هي عباره عن نقله نوعيه. دائما احنا نتحدث عن اكسبو، يعني لو نتكلم عن إكسبو دائما الناس تتجه إلى الشيء للأسف السلبي. السلبي إن صحيح صحيح. هتغلى أسعار، هتسوي، هتصير، وحيصير الإيجارات غالية، وحتصير المعيشة غالية، وحتصير. طب أنت ليش ما فكرت في الناحية الإيجابية أكثر؟ طيب الآن مثلا من رمضان الفائت، مش رمضان الحالي اللي خلص 2019-2018 إلى اليوم، قاعدين نسمع نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للمستثمرين، بالنسبة لدخول رؤوس الأموال، بالنسبة إلى الشركات الجديدة اللي فتحت في الدولة في دولة الإمارات كلها وليست في إمارة واحدة صحيح. وهذه النقلة النوعية هي عبارة عن رؤوس أموال مستقبلية. يعني قاعدين الناس ينظرون لإكسبو 2020 وإحنا قاعدين نفكر بالشيء السلبي صحيح. إحنا ليش ما نفكر بالشيء الإيجابي اللي هو اللي حينقلنا مثل ما تفضلتي لعدة هالنقاط؟ ليش ما تفكر في هذه النقاط؟ أنت وين نقطتك خلينا نقول بالعشر نقاط اللي ذكرتيها صحيح. أنت وين نقطتك بالضبط وين حتكون اتجاهك؟ أنا بس اتجاهي إنه والله في شيء سلبي؟ لا طبعا، في أشياء كثيرة إيجابية صحيح، في أشياء كثيرة إيجابية ممكن تنمو معاها. مثل ما نذكر دائما أنه الاقتصاد ما راح يوقف، ممكن يمرق بس ما بوقف. عارف قريت مقالة أمجد من قريب لمهندسين الديكور، قايلين مهندسين ديكور في الامارات انه اكسبو عباره عن اكسير الحياه لينا، احنا كنا خلاص فقدنا الامل وكنا في حاله ركود وشغلنا خلاص بقى 2-3 الاكلين من يعني اذا 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 تحسبيه على كل المجالات
فعلا يعني نايل اعطاني استنتاج تحليل على كل المجالات في انتعاش. صحيح. من قطاع المطاعم، الأغذية، الفنادق، المواصلات، الطرقات، البنية التحتية، الجسور، يعني التعليم، قطاع التعليم. يعني كي. انت يعني نحن مفكرين انه في موظف راح يترك بلاده يجي على الامارات يشتغل لحاله شهر. ما اكيد راح يجيب اولاده مثلا، فهمت علي؟ يعني في ناس كذا. لكن خليني ارجع معك نايل للحليف الاول بالاقتصاد والحركه الاقتصاديه لدوله الامارات. نحن عارفين وبنجزم على ذلك الصين، والكل اليوم العالم مراهن على الصين. لما نيجي نتكلم على ايدي العامله راح نقول لك الصين، لما نتكلم عن السرعه والتنفيذ في الاشياء هذه كلها الصين. الصين شو موقعها من اعراب اكسبو 2020؟ هل تم توفير لهم ميزات اكثر عن الباقيين بما انه هي الحليف الاول للامارات الاقتصادي؟ هو للكل، يعني وفرت دوله الامارات للكل اللي بيجي اهلا وسهلا بكل الطرق. طبعا هي عباره عن مناقصات، من اللي استفاد من المناقصات اللي هي الدوله اللي طبعا اعطت اقل، خلينا نقول ان كانت الصين او غيرها، لانه في المانيا بعد كانت موجوده بكميه كبيره، حتكون جناح بتاع المانيا اكبر عليه، ثاني اكبر جناح في 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 اكسبو 2020، وحيكون بعد الولايات المتحده الامريكيه. طيب هذا ما حيكون طبعا غير المصانع اللي حتكون موجوده، مصانع السيارات، مصانع الاساسيه في اللي تعتبر التكنولوجيا حتكون موجوده. نعم. طب هذه حتكون نقله نوعيه بالنسبه لنا. صحيح. طب الصين ما بقول لك انها لا حتكون مخفيه، لا هي تعتبر موجوده. هنقول لا والله الصين تختلف لغتهم؟ لا، موجودين في تصنيعهم، بكل شيء حيكون موجودين. وما شاء الله الاسواق الصينيه صارت الان في كل اماره عندنا في الدوله. صحيح. بس نايل عايزه اتجه الى نقطه ثانيه، احنا بنتكلم ده كله على الاستثمار المادي، على فلوس، على بزنس. صحيح. على اقتصاد. صحيح. لا انا عايزه اتكلم على الاستثمار المعنوي. شكلنا احنا كعرب بشكل عام قدام العالم لما ننظم حدث عالمي زي كده، قد ايه هيفرق صورتنا؟ قد ايه هتتحسن؟ قد ايه هتبقى جميله؟ بكل تاكيد هذا اللي تفرق شكل اكبر على عن صورتنا، يعني تعطي الجانب الايجابي عنا. ده استثمار بحد ذاته. اكيد هذا اكبر استثمار، انا اعتبره اكبر استثمار انه يشوف الجانب الايجابي لنا. وهذه بشاهدها انا دائما يوميا، مثلا ان كان في المولات او غيره، ان كان من الاجانب، فهو بيجي دائما بيسالني. يعني من قبل كم من يوم وقفني واحد كبير بالسن امريكي اول مره يوصل دبي، يمكن 80 سنه او اكثر، ما شاء الله. فبيقول لي انا احنا مستغربين، قاعد اتكلم معاه يقول احنا مستغربين انت وين بتحط الموبايل؟ ما في بايدك موبايل، وين موبايلك؟ في جيبي. ما بيعرف انه في جيب. مستغرب، فكر انه هذا لباس بس كذا لبسه. أيوه. واحده قطعه واحده. نفس الشيء اللي هو مثلا لان الحريم اللي بتغطيها. نعم. يعني المراه الكبيره تقول لي طيب كيف حتتنفس؟ فناديت وحده وخليتها تشوف ان يعني ان هي خفيفه جدا. فتقول احنا هالاشياء البسيطه احنا ما نعرفها، فانا اقول لهم اسال. صحيح. نقل ثقافه كامله. اكيد. واحنا لازم نساعدهم. احنا لازم نساعدهم لان هذول بيكونوا جايين من مرات من مناطق بعيده، ما نقول انه والله جاي من نص. بكل صدر رحب. وحتى على فكره دوله الامارات بشكل عام اذا بتلاحظوا في 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 هيك عفويه بنقل التراث، في عفويه بنقل الاشياء الجديده، نقل الثقافات. بس استاذ نايل كان عندي فضول على قصه كان عم يحكي امجد انه النهضه الاقتصاديه بتصير بكل شيء حتى بالتعليم وبكل التفاصيل. صحيح. خبرني شوي كيف بحضروا العقارات، كيف بحضروا الناحيه العقاريه لاستقبال اكسبو؟ عشان كذا الان بنشوف الايجارات بتنزل. صحيح. احنا نلاحظ الان ايجارات بتنزل. اسالي اي واحد قال لك الايجارات والله في ركود. هو ما في ركود، في طلب، لكن المعروض صار اكثر. صح. يعني احنا في مناطق في دبي كانت معروضه، يعني احنا نعرفها هاي مناطق لنخيل مثلا، هذه مناطق للدي بي للاستثمار، دبي للاستثمار. طبعا الان نشوفها كلها اعمار. شركه. صح. مستمره في البناء في نفس المنطقه، فهذا دليل على ان هناك نقله نوعيه. اذا انت ما تبي تبني في غيرك. صحيح. الان الركود مثلا خلينا نقول العقاري في الدوله هو مش ركود، هو عبارة عن معروض صار أكثر، يعني كثرة الطلب المتزايد على العقار، هو نزول في توقع الطلب المتزايد عشان إكسبو القادم. نعم. فهو صار معروض عشان ما تصير معانا مثل ما صار في 2006. نعم. الإيجار ضاعف 4-5 مرات. صح. وهذا اللي موجود الآن إنه صار فيه معروض أكثر.
يعني في 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 احد اللقاءات لنا في احد الشركات العقاريه يقول ما عندي ولا فيلا ابيعها. ما شاء الله. يعني اذا انت يقول له انت ما عندك ولا فيلا ونسمع انه في ركود. لا ما في ركود، هو في طلب، طلب زايد زايد، ولكن احنا دائما بنشوف خلينا نقول الناس نقلتها من مكان الى مكان في عمليات الشراء. نعم. انت الان خلينا نقول لك ساكن مثلا مربح الان انتقلت الى الفجيره، طب انت هذا خليته فاضي، خلينا نقول الى غيري، الى غيري في مكان ثاني، فاصبح هناك المعروض صار كثير، مش كثير انما هو تحضير لاكسبو، معدلات زياده ايجابيه، ايجابيه لاكسبو عشان ما يصير معانا مثل 2006. الان مثلا بالفجيره بعد فتره حتشوف هناك مباني جديده وابراج جديده، السبب الاتفاقيه الاخيره مع اليابان انه يصير تخزين النفط واعاده تكريره في ثلاث خزانات كبرى في الفجيره. صحيح. طب هذه الثلاث خزانات تعتبر ثلاث دول، احنا نعتبر بمثابة ثلاث دول، لازم يكون لها طاقم كامل لكل خزان. طب كل خزان بيكون له طاقم كامل ويحتاج برج. صحيح. فيوم ننتقل الى هاي النوعية جيتم الفجيرة ما يكون ايجار، انتم اللي حتتأثروا، مثلا احنا بعيد انتم اللي حتتأثر بالفجيرة، يكون الايجار عندك ب 20,000 30,000 يقول لك يلا صار 100، فهذا تعتبر هي مش نقلة، هذا تعتبر طفرة وهذا تعتبر وقتية. صحيح. مثل ما صار في السابق، لكن خلينا نقول الآن البنى والاستثمارات الجديدة هي نقلة بالنسبة للإمارات عشان ما تكون هناك مثل ما صار في 2006 معانا. صحيح. نقلة بالأسعار أوكي خلت ترتفع أو تتعدل ما في مشكلة، لكن ما تنتقل. الآن نتحدث مع الكثير، طيب الآن النزول ليش في الأسعار الحديث الآن؟ في معروض كثير زي ما حضرتك ذكرت، في معروض كثير، في نقلة نوعية بين السكان من منطقة إلى أخرى، تنقل السكان صار المعروض أكثر بالنسبة إلى المناطق الجديدة اللي كانت صحراوية. يعني في مناطق أنا من أيام زرتها أنا والله أعرف أنها صحراوية، أبراج ومسكونة ما شاء الله. صحيح. مش في ميدان عشان تشوف الصورة من ميدان، لا في باب الشمس. صحيح. مناطق كلها تصار، وطريق دبي العين يعني شهد صراحة يعني إزدهار كبير في مجال بناء الأبراج وأيضا الوحدات السكنية، بطل في المساحات الفاضية الشاسعة. شكرا أستاذنا، الحديثك لا يمل الصراحة، كتير استمتعنا وما حسينا بالوقت، إن شاء الله أكيد حيكون لنا لقاء ثاني مع حضرتك، وموضوع فعلا يستحق النقاش. لاحقين يا نايل وإن شاء الله دايماً نشوف بعض قبل كتير لازم إن شاء الله. شكرا لك، نطلع بريك، شو رأيكم؟ يلا بينا.